في المسجد الإمام هو البطل، في المدرسة المعلم هو البطل، في المستشفى الطبيب هو البطل، في الملعب الرياضي هو البطل، في الخشب الفنان هو البطل، على متن الطائرة الربان هو البطل، في المحكمة المحامي هو البطل، في الحقل الفلاح هو البطل، في التاريخ الكاتب هو البطل. أين أنت من هؤلاء؟ بدون هدف تتحرك، دون استراتيجية واضحة، دون خطة مدروسة، ودون إطار زمني. لذلك فإذا لم يكن لديك هدف لن تكون لديك رغبة، وإذا لم تكن لديك رغبة لن يكون لديك طموح، وإذا لم يكن لديك طموح لن يكون لديك أمل، وإذا فقدت الأمل فقدت المعنى. المعنى أسمى احتياج من الاحتياجات الأساسية للإنسان. الاحتياجات الأساسية للإنسان هي 10 أساسية أسماها المعنى. إذا فقدت المعنى فقدت كل شيء، فقدت مفهومك الذاتي، فقدت جذور شخصيتك، فقدت الثقة بالناس، فقدت التقدير الذاتي، التقبل الذاتي وتحقيق الذات والإدراك واللغة والتفكير والتركيز والإحساس والسلوك، فقدت كل شيء. وإذا فقدت كل شيء النتيجة الإدمان، كي تعيش خداعا وبابتسامة زائفة. إذا أردت يا سيد الإنسان تغيير الواقع غير الفكر، لأن الفكر هو المسؤول عن الواقع. إذا غير الفكرة تغير الواقع. جورج برنارد شو سيد: Those who can't change their minds can't change anything. But before جورج برنارد شو، الله تعالى سيد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا الله سبحانه وتعالى لن يغير فقرك، لن يغير تعاستك، لن يغير معاناتك وأمراضك وسقمك، لن يغير إدراكك، لن يغير معناك، لن يغير لغتك ولا تفكيرك ولا تركيزك ولا إحساسك ولا سلوكك ولا نتائجك ولا واقعك، حتى تغير أنت ما بنفسك. العالم الداخلي هو المسؤول عن العالم الخارجي. إذا لم تحقق شيئا في حياتك أيها الإنسان، إياك أن تقول بأنك لست محظوظا. ليس هناك كلمة حظ، لا في الدين لا في العلم ولا في الفلسفة. هناك عزم وتصميم، إصرار واختيار، قرار وتوكل، التزام وانضباط ومسؤولية. عزيزي الإنسان تحرك واطرق الأبواب، فالأبواب لا تفتح إلا لطارقها، واليوم الذي يمضي لا يعود أبدا، وغدا سيكون لك أو عليك شهيدا. ستسأل عن الاثنين، ستسأل عن الثلاثاء، ستسأل عن الأربعاء، ستسأل عن الخميس، ستسأل عن الجمعة، ستسأل عن السبت والأحد، بل ستسأل عن الساعة والدقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. إذا يجب أن تتساءل: هل أحسنت عملي كي أنجح؟ الخطة الواضحة والاستراتيجية المضمونة والمدروسة والإطار الزمني اكتبهما الآن. السؤال الواقع: أين أنا الآن؟ بالقيم السبع: القيمة التعبدية العليا، ثم القيمة الصحية، ثم القيمة الاجتماعية والأسرية والعاطفية والمهنية والمادية. أنت الآن طالب في المادية، قل المعرفية، ماذا عن لغاتي، ماذا عن شواهدي، إلى غير ذلك. ثم تساءل: ماذا أريد؟ هو الهدف، اكتبه بدقة. متى أريده؟ الزمن. لماذا أريده؟ الأسباب. كيف أريده؟ الاستراتيجية. اعتمد قانونا هو أسمى قانون من قوانين العقل اللاواعي، The Law of the Control. هذا القانون يجعلك تتحكم في تحديات الحياة وتكون مرنا تجتاز الأزمات ومحن الحياة بسلاسة وباتزان تام. عزيزي الإنسان قبل كل تلك الأشياء التي سلفت ذكرها، سؤال الواقع: بماذا؟ بالقيمة التاجية. هنا شاكرت سهسرارة، وهي القيمة التاجية ضمن مراكز الطاقة في الجسم البشري. سؤال الواقع: أين أنا مع الله؟ ماذا عن صلاتي؟ ماذا عن نميمتي؟ ماذا عن غيبتي؟ تأمل سؤال الواقع بمن هو واحد في ملكه، خلق العالم بأسره العلوية والسفلية والعرش والكرسي. قريبا معي أنا الخبير الباحث عبد اللطيف فل محمد علي. هيا إلى المعالي فيها، هيا إلى السعادة، هيا إلى الصحة، هيا إلى الراحة، هيا إلى الابتسامة، هيا إلى السرور، هيا إلى العطاء، هيا إلى الرحمة، هيا إلى الإطار، هيا إلى الله تعالى، هيا إلى الجنة. اعلم سيد الإنسان أن انطلاقتك اليوم هي بانية موصلك غدا، فانتبه كثيرا لخطواتك الأولى. هيا إلى المعالي.